هلا ايه اللي جاي. كمان من الامور اللي جذبت انتباه جماهير النادي الاهلي بخلاف ماتشات دوري ابطال افريقيا هي قرعه مونديال الانديه اللي اقيمت يوم الخميس الماضي، وكلكم شفتوا بالتاكيد مراسم القرعه على الهواء مباشره على شاشه قناه الاهلي، والمشاركه اللي هتكون للنادي الاهلي تاريخيه، لقاء الافتتاح التاريخي امام انتر ميامي ضمن منافسات المجموعه الاولى اللي هتضم فريق بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي. طبعا وقت ما تم الكشف عن اسم النادي الاهلي في هذه القرعه، يعني التصفيق والحراره الشديده اللي صاحبت يعني اسم النادي الاهلي اثناء مراسم القرعه من خلال تقديم اليساندرو ديل بييرو النجم الايطالي، وسعداء بتاكيد بوجود النادي الاهلي في هذه البطوله وضربه البدايه ولقاء الافتتاح امام انتر ميامي الامريكي عشان تكون مشاركه باذن الله تاريخيه في مجموعه صعبه وليست سهله. كمان الفرق العربيه ليها نصيب في هذه القرعه من مجموعات قويه جدا. اولا المجموعه السابعه اللي فيها مانشستر سيتي ويوفنتوس مع الوداد والعين الاماراتي، يعني مجموعه فيها ديربي عربي ما بين الوداد والعين، لكن في نفس الوقت فيها فرقتين على اعلى مستوى السيتي واليوفي. نروح للمجموعه الثامنه، هتلاقي مثلا ريد بول سالزبورج والهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي. نفس الامر على فكره، المجموعه صعبه جدا برضو، تتكلم على الريال، ضربه البدايه للريال مع الهلال السعودي هتبقى مجموعه صعبه بالنسبه للهلال السعودي، لكن ان شاء الله باذن الله تكون البطوله على المستوى العربي والمستوى الافريقي مشاركه جيده. وقدامنا على الشاشه دي المجموعات، 8 مجموعات. المجموعه الاولى بالميراس بورتو الاهلي انتر ميامي، المجموعه الثانيه باريس سان جيرمان اتلتيكو مدريد بوتافوجو سياتل الامريكي، المجموعه الثالثه بايرن ميونخ اوكلاند سيتي بوكا جونيورز بنفيكا، المجموعه الرابعه فلامينجو الترجي تشيلسي ليون المكسيكي، المجموعه الخامسه ريفر بليت اراوا الياباني مونتيري المكسيكي انتر ميلان الايطالي، المجموعه السادسه فلومينينسي البرازيلي بروسيا دورتموند الالماني اولسون هونداي الكوري سان داونز الجنوب افريقي، والمجموعه السابعه السيتي الانجليزي الوداد العين يوفنتوس الايطالي، والمجموعه الثامنه الريال والهلال وباتشوكا وسالزبورج النمساوي. يمكن دي مجموعات كاس العالم للانديه. عفوا. كمان النهارده على فكره يمكن فريق سيدات النادي الاهلي لكره السله هيلعب مع فاب الكاميروني، المباراه هتكون الساعه 11 مساء على صاله ماريوس نيداي في بطوله افريقيا المقامه في السنغال في الفتره من 6 الى 15 ديسمبر الجاري. بطوله قويه جدا، نتمنى التوفيق لفريق انسات الاهلي لكره السله في مواجهه فريق فاب الكاميروني.